أستاذ ريهام، هل صحيح أن التأخير في الوقت بيعكس انطباع النرجسية على الشخص المتأخر لو هو بيتأخر على طول؟ لأن أنا كنت قريت في كتاب اللي كان كاتبه كان دكتور في جامعة هارفارد وقال أن الانطباع اللي البني آدم وهو متأخر بيديه للناس التانية أن أنا حاجتي مهمة، حاجتك مش مهمة، انت تستناني انا ما استناكش. هل ده صحيح ولا ده بيبقى زي misconception عن الناس اللي بتتأخر؟ انت عارف دايما يا تشاد، يعني انا لما اجي اتكلم عن الشخصية النرجسية، هي مين الشخصية النرجسية او ايه الشخص النرجسي؟ الشخص النرجسي في ابسط حاجة من غير ما نخش في تفاصيل ولا علم جامد قوي، البني ادم اللي هو شايف نفسه اهم من اللي حواليه. مظبوط. شايف واهم دي يندرج بقى تحتها انا اللي دايما صح، انا اللي دايما انا المهم، انا طلباتي اهم، يعني ايه اندرج بقى تحته وانا كلامي اللي لازم يمشي، حط تحته بقى البنود اللي انت عايز. فهو شايف نفسه دايما ايه، انا اللي اعلى، وبالتالي حته الاحترام، لا وانا يعني ما انت تحترمني يعني، وانا استاهل على فكره انك تحترمني، لكن انا مين انت بقى، انت مين عشان احترمك انت؟ مع هي دي الشخصيه. ده على حل بيبقى النرجسي. جزء من شخصيته طبعا. يعني باي فيرتو اوف مدام ده كذا يبقى ده كذا، يعني يبقى هو حته الوقت بالنسبه له بتبقى، مش عايزه اقول ان هو دايما يتاخر، بس عايزه اقول بمزاجه. النهارده حبيت اجي في معادي وهي كده، هي مش حاجه طب بيستمر عليها، لا انا النهارده عايز اجي بقى في معادي، ويا ويلكم بقى انتوا الاثنين لو ما جيتوش في ميعاد. اذا هو النهارده انا بقى بالظبط انا بقى النهارده هتاخر. وبيبقى الشخص النرجسي يا منى بمزاجه كده وقاصد ان هو يلخبط اللي قدامه علشان دايما يبقى ايه، انا اللي كسراكي، انا اللي صح، وانا دايما مغلطك. بالظبط هي دي الشخصيه. بالظبط. طبعا شيء ضمني هو يعني بجملة زي ما بنقول المشاكل دي كلها يبقى الوقت أو بجملته. وعلى فكرة الوقت كمان مش بس للنرجسي، أنا بحس إهداره الشخصية المستهترة بطبيعتها، يعني بعيدا عن النرجسية ممكن النرجسي يكون قاصد كده، بس الشخصية أساسا اللي هي مستهترة اللي تلاقيها أصلا كل حياتها دايما في تراجع وفي شكوى وفي شكوى، ولو جينا ندور على جوهر يعني فشل الفرد ده في حياته وفي محيطه هنلاقي استهتاره بعامل الوقت، يعني حاجة بسيطة جدا. بص اللي بيستهتر بيستهتر بقى، خديها اكروس بورد زي ما بالظبط كده. اللي بيستهتر يبقى اكيد الوقت مش فارق معاه. اكيد احترامه لنفسه اساسا، ما هي دي المشكله دايما. اقول ايه، البني ادم اللي بيستهتر دي مش شياكه، او اللي يبين لي ان هو مش بيستهتر عشان يداري قله الثقه اللي جواه ساعات، لان بتبقى كده في ناس بيبقى ثقتهم بنفسهم من جوه مهزوزه الى حد كبير، فبيحب يداري القصه دي بان هو مش فارق معايا، لا انت حره، لكن هي بتبقى من جواه ساعات يا منى بيبقى في كومبلكسز تاني. وزي ما قلت قبل كده ايه، لما بتبقي عامله حاجه مش على مزاجك، زي مثلا الشخص الانطوائي، لو انا حاجه اقول له احنا رايحين فرح تلاقيه يا حبيبي رجليه مش قادره تنزل من على السرير، بيدرعك زي ما بيماطل في الوقت. ليه؟ لانك بتخليه يعمل حاجه بعيده عن الكومفورت زون بتاعته. على نطاق الراحه بتاعته. فأي حد بيعمل حاجة هو مش عاجباه ومش جزء منه يقولك ايه، يا رب ما اروح، طب يا رب يكلموني يقولي اتلغى يا رب، طب مش يبقى كل حاجة تقيلة، وبالتالي بنتأخر. بالظبط. بس